اليوم في كأس الدرعية الفقرة التي ننتظرها من أول البرنامج حتى نرى ردة فعل الأستاذ سامي الحريري والأستاذ عبد العزيز الزلال. ها الله الله، شوف الحلوين ذولي هم ماكلين خمسة اليوم. ها ها، وتعرف ذولي مشكلتهم عيال عز، مو متعودين على الخمسات والطقات، فتجيهم الطقة قوية الليلة، مش ينيمهم الليلة حتى وإن كانت مباراة ودية ثقيلة. ها ناقص الهلال 430 لاعب برضو ثقيلة، والله فريق ثقيلة يعني هذه للتاريخ. ها ها تقول لهم خمسين، ها خمسة وخمسة، خذ لك خمسة انت وخمسة. طيب بس لازم نعتبرنا ثقيلة ابو بدر، اذا هذه في الودية شكا وجعتنا كيف اللي رسمي. والله بصراحة يعني ترى ممكن تكون هذه بواكير وبشاير الموسم. لا بس انا حسيت بغيرنا بصراحة اليوم، يعني اذا ودية وهذه موجعة، انا اعترف انها موجعة. في اكثر من كذا تقدر تنام الليلة؟ والله بسأل بس عبد العزيز زلال شغال حموضه، ياخذ بسأل غيري اذا كان نامو هي الساعه 8 ونص او 9، بسأل غيري اذا كان نامو هي رسميا. انا قلقان على القادمه ابو بدر. اي اي اي، لان هي ممكن تكون هذه مؤشر